ياسمين صبري تجربة هتبقى مميزة جدا. أكتر حاجة مخليك متحمس إنك تشتغل مع ياسمين؟ أول حاجة إن ياسمين ناس بتحبها جدا، والشيء مفاجئ إنك تلاقيها بتعمل مسلسل، واختيارها للورق ذكي جدا. وعلى المستوى الشخصي ما قابلتهاش غير مرة لحد دلوقتي، ولكن ملتزمة جدا ومركزة وعارفة شايلة فاهمة مسؤولية اللي بتعمله، وده واضح طبعا. وإن شاء الله ده هنعكس على عمل في الآخر إن شاء الله يبقى مهم وجماهيري يعني جدا. تقييمك لكنز اتنين، انت شاركت في كنز واحد، شايف كنز اتنين أكثر إثارة والأحداث أكثر سخونة ولا؟ كنز اتنين كفيلم هيبقى اقرب شوية للمتفرج، لان طول الجزء الاول انت بتمهد وبتحكي قصص. كنز اتنين في حلول وفي نهايات للقصص دي، منهم الكنز نفسه. فحسن كدور، حسن لو دوري هيبان كمان اكتر، لان هو هيبدأ يخرج من فكرة ان هو عمال بيقرأ في الحكاية، ان هو يدور ورا الحكايه دي. مساحتي فيه مش كبيره، والدور عادي جدا، ولكن المشاركه مع استاذ محمد امين كمخرج وسيناريست كانت بالنسبه لي خطوه وتجربه مهمه لازم تحصل، زيها زي حاجات كتيره مهمه كنت نفسي اعملها. في حاجات عملتها وفي حاجات لا. ومشاركتي مع زينه واستاذ ليلى علوي دي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا، لان انا بحبهم جدا بالمستوى الشخصي. فكان في مميزات كده معينة شخصية بحتة يعني.